تحت عنوان عشتار تبدع، أقام المركز الثقافي في بنياس معرضاً فنياً للفن التشكيلي والأعمال اليدوية، وذلك ضمن سعي المركز الثقافي لاستمرار الأنشطة الثقافية والقدرة على الإبداع رغم كل الظروف. نحن أصحاب ثقافة الحياة، نحن أصحاب التاريخ والحضارة، وهذه اللمسات من بإمكانيات بسيطة جسدوها على الواقع إن شاء الله لمزيد من الأمل. أعطونا الأمل، دفء الأعمال إن شاء الله بالانتصار الكبير. في سوريا نستحق الحياة ونجيد الحياة ونجيد الحب، كانت فكرة هذا المعرض اللي اتطورت حتى تصير يوم ثقافي كامل، معرض فنون تشكيلي وأشغال يدوية زائد ظهرية أدبية أيضا لعشتار السورية التي تشكل رمزا كونيا عبر هذا التاريخ الطويل للإنسانية في الحب والحياة. المعرض تضمن 34 لوحة فنية تشكيلية وبعض المعروضات المشغولة يدويا من مواد معاد تدويرها وبعض المنتوجات الطبيعية. هاي اللوحة من أهم مشاركاتي، حبيت أعبر فيها عن عشتار المرأة السورية اللي هي عم حامل الدف وعم تعبر عن الفرح، عم تعبر عن سعادة برغم كل الظروف حواليها. عشتار تبدع هو أول ظهور جماعي لإلنا ما بين اللوحات والأعمال اليدوية، الشعر والموسيقى. نأمل أن نكون قد وضعنا حجر أساس لمشروع يستمر إلى الأبد. وتبقى عشتار السورية منذ الأزل وحتى الآن هي المبدعة، وهذا الإبداع شكل إلهاما جسدته نساء سوريات بلمسات بسيطة ترسم أمل سوريا.